البنات نتاعك كيفاش انتي باغية تكبريهم؟ واش حتى هما خصهم يكونوا عزبات ملي غادي يكبروا، ولا تكون عندهم الحرية نتاعهم؟ ده السؤال صعيب الجواب عليه بزاف، لان مازال ما فكيتش المشكله مع نفسي. مي اللي تيبان لي انا مهم، يعني لاننا احنا مربين في الوسط المغربي، ورغم ان تتعمل مثلا تتقاف، ورغم انك تدعى بانك عصريه، تيبقى مسائل اللي تتجعلك ما تاخدش واحد اون بريز دو بوزيسيون اللي تكون واضحه، ما يكونش عندك موقف واضح. ولكن انتيا ملي غادي تجوج نعم تبغيها تكون عزبه ولا لا؟ نعم تنظن ماشي مشكل ديالي، مشكل ديالها مع الزوج ديالها. والراجل في شنو هو زعما ما خصو يمارسش اللي بغا، عنده الحريه الكامله؟ الدين حتى هو كيحط على الراجل كيف المراه يبقاو بجوجهم زعما ما يمارسوا حتى شي حاجه. المراه هي دائما هي اللي كتحمل المسؤوليه في المجتمع ديالنا الاسلامي. علاش؟ لا هادي انا كتبان لي ان المسؤوليه ديال بجوجهم، ما يكونش الراجل اناني، خاص الراجل ما يكونش اناني. ونتايا نتايا زعما ملي نتايا ما غادي دير والو حتى غادي تجوج؟ ما غاديش نقدر نجاوبك. علاش؟ لان ماشي الا بغينا مثلا نمارس الجنس. لا الا بغينا جاك زعما جاك سهل. نعم غادي تبقى زعما ما غادي تنعس حتى مع شي حد حتى غادي تجوج؟ حيت نعس فيه وفيه. فهمتي؟ فماشي بالضروري، ما كاين حتى شي مشكل، ماشي بالضروري ان الراجل اللي بغى يمارس الجنس انه غادي يمشي مع عزبه، فكاين طرق اخرى باش يقدر يؤدي سميتو ديالو بكل صراحه.